شكرا. هذا هلال اسمه هو هم هلال. اشكرك اخي. اخواني احنا ما نريد حكي، لان هسه زمن الافعال مو زمن الاقوال. اخو ترى اخي استريح استريح ارجوك. اخوان اللي يريد يدعمنا يدعمنا من خلال العمل. تريدون تفيدون المجتمع؟ فيدوه من خلال العمل. البلد دا يمر بمفصل خطير، ومن اليوم راح يبدا التغيير. اخو تهاب ارجوك اخي، احنا ايش قلنا؟ بلا هتافات واهازيج، لا اهفك بزيج. اسف اسف لهذه المفردة. اسف اخوان، اليوم يوم عمل وحسبوها علي. منا سنتين الاستيراد صفر، من الأبرة للصاروخ صنع هنا. وها خوتها آسف أستميحكم عذرا، أحيانا الوطنية تأخذنا للهتافات. المهم أنا مثل ما قلت لكم إحنا رجال أفعال، وهسه تشوفون. شكرا شكرا. احنا جينا من اجل خدمتكم ولازم نبني. لك انت شلون تدفعني؟ انا مو خالك؟ لا خالك فيك، فانزاتي. لا شنو قرايب عماتي؟ العفو سيادتكم، الاستاذ سعيد عاد خطه للتغيير وراح يشرحها للجميع وامام الراي العام. تفضل استاذ سعيد. بخير مرحبا هلال. لك هلال شنو؟ ماني ابوك. ما ادري نسيت ومش تصيح لك بالبيت. لول اي انا بس اريد الموضوع جدي. هلي شغل السويتش مهم. شو شغل؟ فضحتنا قدام العالم. شغل الجهاز، خل اشرح الخطه للعالم. اشرح الخطه على اساس هو غوارديولا. شغل خاله شغل. شايفين هاي الآفة؟ أبوه. أبوي. شايفين هاي الآفة؟ هاي الآفة تنخر بجسد المجتمع. صح، تنخر نخر جسد المجتمع. نعم. خطتنا إن شنو؟ بعد ماكو أرجيلة. صح. بعد ماكو شباب يقعد بالليل، واحدة بالليل بالثنتين. صح. قاعد خالي فحمايتين ونرجيلة هيك دوتة وفاتح لايف. ها ولابس فانيلة تعلقة ومزرفة من الجقاير ويقول يسوي شير ولايك ويا الخوة النظيفة. هذا الموضوع بعد ماكو. شغل شغل شغل. احنا نريد نقول لكم كافي ضحك كافي رقص، تعبنا نريد نبدا البلد. شغل خالو شغل. اخوان هي هاي خطتنا، هي هاي الخطوة الأولى، استثمار المياه وتقديم المنفعة العامة للمجتمع. نعم من هنا راح ننطلق، ولهذا أنا قلت لكم التغيير قادم قادم قادم. تصريح. شكرا.